سمعت في وزع سماء ووزع سماء سماء لما شيء يهز شيء يهز كل عاود خيمه معايا مليح كل فاصله وكل نوع من هذا الا عند العائله تاعو عند الالاف المسلمين تاعو اللي راهي متواجده على مستوى الكون مريم موجه في عشان ندخل داخل باش نحكي ندخل الصالون تاعي صالون ما شاء الله صح وش هو النهار لازم نشعل الضوء كيفاش يمشي مليح نوريكم الطريقه كيفاش نقدروا غابه رجعوا غابه جاها مثمره غابه مثمره ثم فوريس او سيمي بالطريقه هذه ها هزوا معاكم كامل لي نوايو في الدار كي تكون ديسير هذاك الزرعه النوايو تاع المشماش ولا تاع البقره ولا كي تاكلوا هزوها معاك يمشي في الغابه في الطريق بحذا الوحده ودير كلمه سهله على العاصمه نوريك المثل كيفاش نجحت اولادي ها هذا دير برك وخليها على واحد اثنين تربش هكا دابا تشوف قد تشوف باش تجيك لي ماتش احسن باش باش تربش تربش هكذا شوف اذا ما عندكش واحد استعمل الحمد لله كاين كاين وسائل تاع الهندسه طبيعيه وسائل طبيعيه لا صحف ولا محراث لا اونغري ما نديرو لا اونغري لا بيستيسيد لا مواد كيماويه لا والو نحفروا غير شويه هكا شوف مليح هكذا ومن بعد نحطوا الكعبة تاع الزرعة نعاونوا الماما وننسوها في كل بلاصة نطيشوها هكذا ونخلوها دروك تشوف المثل كيفاش نوع من عين بقرة حطيناها وزادت بعد سنوات أعطاك سمرة وجاك عبد هنا بعد دروك تشوفوها تبعوني بعد تبع بالكاميرا وخليها هكذاك تما بقات هكذاك يعني على بوندونس باش تشوفهم بقيمة لا بيرمافوري تما كيفاش تقدر تصنع تغرس غابة تاع فواكه في قلب الغابة بدون ما تقيس بدون ما تمس يعني ولا تأثر على الغابة لأن لابد نحمو الغابة ونحمو البيئة تاع الغابة لازم نزيدو لها مش نحو منها الناس يروحوا يديفريشوا باش يغرس ما كان لا ديفريشي الغابة الشجرة في روحها تعطيكم كور ولا حتى تقصها كي باش الناس مساك الله يهديهم يروحوا يقصوا الغابة باش يغرس فيها نو ما تقص لا ريت الغابة صاي طفرت خلي الغابة وغرس وقتها ها المثل شوف مليح المثل ها المثل عين بقرة هاي العين بقرة شوف العين بقرة ها هي قاتلوا شي دوك شوف مليح هاي العين بقرة سبحان الله سبحان الله بحمدي هكذا شفت هاي الطريقة طيش انت بوردو صغيره شويه هذه واش تاع درك واش لازم لا طاي لا طاي لا طاي تاعها لا طاي وترقمها تعاود لا غير طايها وتعاود لا تعطيك لا بريلان تسمى البقره تاع الطبيعه لي تاع سوفاج هذه اقوى فيتامين اقوى اشباب لما ما شاء الله خير من البقره اللي راهي مصنوعه بالدويات هذه تاع ناتورال كعبه واحده تفيدك خير من عشره معمولين بالدواء شوف مليح المثل ها هي البقره
والقدام نقول كرموش والهنا نقول سفرجه كل بلاصه دير كل بلاصه دير روسي بنفس كل بلاصه نحط ونخلي هو تعطي مثوره ما شاء الله ما يبارك ما شاء الله فوالا تحسب سبع ورقات ثم الطريقه باش تطيح وتولي تعطيك ثم حتى في الفواكه حتى في الجنانات تحسب ديما واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ورقات هنا تقص وتقص ديما انت فاصون باش النوك تصب تهبط هكذا بليك وتخلي هذا الواحد تقص من باش هذا يولي يخرج هذا ما كي تقص هنا يولوا هذا ما يخرجوا لي برجون تاع الفاكهه الله يبارك شربوه شربوه شربوه.